كارول اهلا بيك، نورتنا في تونس. انت ولعت الجو باللبناني وحفلتها بالتونسي. حلو حلو، ثانك يو ميرسي. هذا مش انا، الجمهور هو اللي ولع الدنيا. كيفاش لقيت الجمهور في ثاني لقاء ليك على مسرح مهرجان الحمامات الدولي؟ انا اشتقت كثير لمسرح حمامات لانه بعرف قد ايه كوزي وقد ايه انتيم، وما بتفرق بالنسبة لي بين مسرح كبير ومسرح صغير، بهمني النوعية، بهمني انه انا دايما بكون بنفس الشغف وبنفس الباسيون على اي مسرح بوقف فيه. مهرجان الحمامات مهرجان عريق ومن اقدم مهرجانات بتونس، وبشرفني دايما وقف على المسرح. كارول هي بيرفورمانس كاملة، يعني متكاملة ما شاء الله، صوت، حضور قوي، تمثيل نشوفه في الكليبات ونشوفه حتى على المسرح، يعني مش من الفنانات اللي اليوم على المسرح نلقاها في البلاي باك بقدر ما طاقتها الصوتية تظهر على حقيقتها. يعني هذا الموضوع بلاقيه أنا من البديهيات، يعني هذا البيسكس تبع شغلنا، لأنه الفنان إذا ما اشتغل على صوته وتمرن مع الوقت ومع العمر بيرجع لورا صوته، فالاهتمام بالصوت وبالصحة الجسدية والصحة النفسية طبعا بيقدر يستمر الفنان وبهذا الزمن لعمر كبير. حتى محظوظة أنه كنت كارول من مدرسة الرحابنة، العمل أيضا زاد مع مروان خوري مع أسماء كبيرة، ينجم يكون حظ أو أنه كارول عندها طاقات خليتها تعمل مع الأسماء هذه الكبيرة؟ يعني لا، أكيد بحياتي أنا بالشغل إذا بخبرك تاريخ كيف بلشت، مش حظ، لأنه أنا سعيد، يعني أنا سعيد أتعرف على منصور رحباني، أنا دقيت الباب وأنا سمعته صوتي وبلشت معهم كورال، وكان في غيري كورال حتى يميزوني، يمكن شايفوا فيه شيء مميز. وطبعا بعدين بس طلعت شوي من المسرح الغنائي لأعمل هويتي الخاصة وشخصيتي، لو ما عملت ألبومات وأغاني نجحت كتير ما كنت استمريت وأنا اليوم معكم. نفس الشيء بالأغنيات. بالنسبة للمسرح، آخر سؤال اليوم، عندك شيء اليوم فكرة شنية تتذكر بالنسبة للناس تأثروا فيك مسرحيا من تونس؟ وهل نجم نشوفوا كارول سماحة اليوم في تعامل تونسي مع أصوات تونسية أو موسيقيين تونسة؟ أنا شاغلة، أنا درست مسرح بالجامعة اليسوعية واشتغلت مع المخرج الكبير فضل جعيبي، بموت فيه، بحبه كتير واشتقت له إذا عم بيشوفني. من أحلى يعني الاستاجات اللي عملتها بلبنان، وكنت بعتقد أسأله، من أشطر التلاميذ بالمسرح بالتمثيل، بتمنى أرجع أشوفه، اشتقت له. والمسرح بقلبي ما بنساه إن كان عم بغني أو مثل. وعندي مسرحية ميوزيكل جديد أعلننا عنه بأكتوبر بلبنان، مسرحية برودواي ميوزيكل اسمها Anything Goes بالعربي، إن شاء الله يكون عنا تور بالعالم العربي. وعندي ألبومي الجديد بسبتمبر. مرحبا بك كارول في تونس وعلى موجات إذاعة الوطنية التونسية، وشكرا ليك. أيامي مع عيوني شوفوا غيرك قدامي، فجأة اللي حسيته أكبر من اللي لغيته، متحقق اللي حلمته من زمان. خالي علي ضلني وخدت لعيونك، بعد فيه عيشتيها من دونك. خالي علي